بعد طول انتظار لبدء العام الدراسي في المناطق المتوقفة عن الدراسة ومواكبة للعام منذ بدايته، جهلت قناة 218 عدة مدن ليبية في جولتها للوقوف على استعدادات المدارس لاستقبال أبنائها من الطلبة. واليوم يبدأ العام الدراسي في بوهديمة بعد أن استقبلت المدارس أبنائها بترحاب وبأنشطة ترفيهية للترفيه عنهم. اليوم قمنا بجولة سريعة لمدرسة طيبة، نحيي مدير المؤسسة التعليمية والأخوة لجميع المعلمين على حضورهم، والطلبة الآن موجودين في المؤسسة التعليمية، يعتبر انطلاقة إن شاء الله انطلاقة تكون انطلاقة جيدة. نعتذر للأمور على التأخير اللي حدث، وذلك بمطالبة المعلم بحقوقه، ولكن إن شاء الله وعدوني معلمين وإدارة المدرسة أنهم حيحاولوا أنهم يعوضوا الفترة السابقة اللي تمت بالمناهج اللي تأخروا فيها بعض الطلاب. طلابنا موجودين الآن الحمد لله، سلموا الكتاب المدرسي، كل الطلاب سلموا في كل جميع المدارس، فتحت هذا اليوم في مدارسي، في عندي حوالي 75 مدرسة لهم أسبوعين يدرسوا، وعلى ما أعتقد حتى كان في لقاءات مع مدارس زي مدرسة طارق الزيات، زي الأقصى، زي الخنساء، زي مدرسة راية الاستقلال، زي مدرسة عمر الخطاب، الفجر الحرية، في مؤسسات واجدة مفتوحة من فترة، لكن اليوم كل مؤسسات بنغازي تشتغل. فنحيي كل مدراء المؤسسة التعليمية، نحيي كل المعلمين، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عام دراسي يكون جيد. كنا أمس متواجدين من الساعة 10 صباحا حتى 4:30 مساء بتنظيف المدرسة وبتجهيزها للطلبة اليوم، وما شاء الله كان اليوم نفس ما احنا كنا توقعنا، جو الطلبة فرحانين وقبلناهم واستقبلناهم بالمبولات وبالعصير كيف ما شفتها تو، وجبنا شخص يرسم على الوجوه لهم الطلبة. طبعا نحن قصة بوديمة بالذات كنا نعانوا بالحرب، باللي كان الأغلبية هذوما راهم شهداء أرملة، فنحن درنا لهم حاجة بسيطة وكان بظروفنا الصعبة، فكان كله ده مادي منا نحن المعلمات، فدرنا الشيء هذا الهم مفاجأة لهم. عانت مدينة بنغازي من ويلات الحرب، وعانى الأهالي من توقف الحياة لفترة طويلة، وما زالت تبعات هذه الأحزان حاضرة في عيون أطفالها، إلا أن أهالي هذه المدينة لا يتوقفون عن إيجاد الأسباب ليحتفوا بأشياء بسيطة تعيد الحياة للمدينة والإقبال عليها بمجهودات ذاتية وبرغبة في رسم البهجة على وجوه هؤلاء الأطفال.